ليلى تمشي في الغابة، قالت لها أمها روحي ادي الطعام إلى جدتك. بعد راحت ليلى تلاقت مع الذئب، قالها الذئب أين هذه؟ أين رايحة؟ إلى جدتي نديلها الطعام. أتجي نلعب شوي وأنا أخليك تروحيها. لا كي نديلها اربديلها الزهور، فكرة جميلة سأذهب. راح الذئب بسرعة إلى بيت ليلى، إلى جدة ليلى. الذئب وجدة ليلى صخبت في الخزانة. بعدها دخل الذئب ودا لابسها وقعد في الوسط. بعدها جت ليلى قالت له ليلى جدتي بريفك طويل بأشم ريحتك الجميل زينة، وأبنيك بأسمع صوتك الزين وعيني